السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا يعني كل ما بشتري تليفون يا جماعة بقول لكم أنا مش بتاع تليفونات يعني، بس دي حاجة بتبقى أي حد منكم هيبقى إيه هيستفاد منها. العلبة دايما، أنا دايما لما تيجي تشتري التليفون أنا معرفش إيه اللي جوه العلبة دي بصراحة، يعني أنا على اللي أنا بس وأنا بشتري التليفون قلت في قلب العلبة كذا وكذا وكذا، مش عارف إيه اللي فيه العلبة. التليفون ده جالاكسي إيه 22، سامسونج جالاكسي 22، 6 جيجا رام، 128 جيجا ايه ذاكره داخلي. خلاص اهو تليفون يعني يعتبر من الفئة المتوسطة طبعا. ده تمنه النهاردة 3650، النهاردة 3650، النهاردة بالظبط كام؟ 7/11/2021. تليفون اهو برشم اهوت، من هنا برشم اهوت ومن هنا برشم برضو، شايفين طبعا يا حاج. خلاص هنبدأ نسمي الله كده وايه وافكه قدامكم ونشوف العلبه مكوناتها ايه. انا مش هتكلم عليه النهارده لان طبعا لسه مش هسرق. يعني انا هفكه بس قدامكم، هفك الكرتونه قدامكم تعرفوا ايه اللي فيها ايه، ولو هم جربوا ممكن اسبوع اتنين بقول لكم على تجربتي معاه. خليكم معانا. تليفون يا جماعه كده بقول لكم عن قرب اهو. طبعا هم كاتبين عليه هنا 128 جيجا ذاكره و6 جيجا رام. ده يعتبر جهاز من الفئة المتوسطة طبعا يعني، بس طبعا 6 جيجا رام دي تخلي الجهاز ممتاز في التصوير وفي الكلام ده، والكاميرا يعني برضو مش هي 48 الخلفية المهم انا هفتح الجهاز يا جماعة، مش هتكلم عنه كتير، انا هفتح الجهاز واوريكم اللي في العلبة بس النهاردة اهو. بسم الله افتح كده اهو، افتح من هنا كمان. طبعا هو متجمع في فيتنام اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ضمان اي 2 في مصر هنا اهو. خلاص هنفتح الجهاز. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. طبعا كده من الواضح ان هو ما فيهوش جراب بتاع اللي هو الجراب، يعني ما فيهوش جراب للحمايه، مش جايبينها معاه، هيبقى في المكان ده اهو. والجهاز نفسه اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله شكله ابيض، انا جايبه ابيض ابيض اهو، ربنا يجعله قرفته بيضة اهو. 22 اهوت تمام يا جماعه. جهاز اهو لونه جميل جدا. خلاص ده جاي معاه. خلاص وجاي معاه هنا اللهم صل على النبي، هنا السماعه جاي معاه سماعه اهي، وهنا الشحن اللي جاي معاه، وجاي معاه دبوس. الدبوس ده دبوس اللي هو بتاع من بتحط الشريحة. طبعا الجهاز يا جماعة اهوت قدامكم، وهي دي العلبة. انا الفيديو ده فتح علبة الجلاكسي 2 الاي 22. تمام. قفله جامده قوي. شكله جميل والله العظيم، شكله جميل ما شاء الله ما شاء الله. انا بحب احتفظ بالحاجات دي يا جماعه، عشان ما تحب تبيع التليفون يا جماعه تبيعوه برقم حلو اهو. شكله شيك جدا اهو، شكله شيك اهو والله، شكله جميل ابيض زي التلج. خلاص طبعا انا هبدا بقى احط فيه الشرايح واجربه واقول لكم على رايي فيه باذن الله. دمتم في رعايه الله وامنه، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.